لأن الطفل هو القلب النابض للوالدين ومحور اهتمام الآباء والأمهات، وهو ثروة إن أحسن استثمارها بشكل فعال وإيجابي. لذلك طورت UTC مقياس UTC تيست الفريد من نوعه، والذي يحلل القدرات والمواهب الفريدة للأطفال. وأساس هذا المقياس هو جهد لأكثر من 50 سنة من البحث وآلاف الدراسات التي اهتمت بمواهب الأفراد، قامت به شركات لمساعدة الأطفال لاكتشاف وتطوير المواهب الفريدة داخلهم. والمقياس مرجعيته عالية، وهو محكم في اختباري الصدق والثبات، وله اعتمادات وعضويات عالمية وعربية. إن غاية مقياس UTC تيست هو تحديد أكثر 3 مواهب أساسية يتمتع بها طفلك، بطريقة القصص المقروءة والصوتية المناسبة لمرحلتهم العمرية. ومع الانتهاء من المقياس، فإن طفلك سيحصل على تقرير يتضمن وصفاً دقيقاً لأفضل 3 مواهب لديه، والتي يمكن اعتبارها أساساً لتحويلها إلى نقاط القوة والجوهر الداخلي لمن يحمل هذه المواهب الفطرية. إرشادات ونصائح لكيفية التعامل لمن يمتلك هذه الموهبة. إن مقياس UTC تيست هو المرحلة الأولى باستثمار المواهب الفريدة للأطفال. استثمر موهبتك لتفوز.